بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول مولانا: يا أيها الناس، أي خاطب الإنس الجن. قلنا: الثقلان المسؤولان، يعني الجنس البشري والجنس الجني، هما الوحيدين يوم الحساب ماشي يلقيوا حساب عادل، لا ظلمة فيه ولا غفلة صادرة عن الله. الله ليس بغافل، بل الله حاضر، والله لا يغيب عنه شيء ولا يشغله شيء عن شيء. و كيفاش تحب والله يخلق ويغفل، تعال يغفل عنه، ما عادش يلقى شكون مثل به. ربي قيوم، يعني قائم بشؤون خلقي اجمعين، كون ما دون الذره ولا اعلم المجره. يعني اتقوا الله، راه ربي كبير واكبر. يقولوا الله اكبر، احنا المسلمين العطلين يقولوا الله اكبر من عروش قلوبنا. وقت اللي نواجه اي مشكل نقول الله اكبر، وقت اللي نواجه عدو لا يرحم نقول الله اكبر. وبالتكبير ياتي المدد من الكبير سبحانه وتعالى. نعود ان شاء الله.